بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة عن identification. Identification of age from born. يعني ايه identification؟ بالعربي يعني استعراف. Definition بتاعنا is the recognition of a person through certain features and characters which differentiate him from any another person. هتعرف على شخص معين عن طريق characters criteria بتميزه عن اي شخص تاني. بالاخص هنتكلم عن identification of skeletalized remains. ازاي اتعرف على skeletalized remains؟ انا لو لقيت جزء من skeleton bone موجود عندي في مسرح الجريمة especially في حالات الماس ديزاسترز، في حالات الكوارث الاكسبلوجنز الانفجارات، كومن ان انا الاقي bone remains، اجزاء من bone موجودة عندي. طب البون ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني اتعرف عليه، اعرفه اذا كان human or animal. البون هيفيدني اقدر اعرف منه الايج بتاع الشخص، sex، race، stature، cause of death ممكن يفيدني، how long have been died. كل دي معلومات ممكن اقدر اتعرف عليها من البون remains اللي انا هلاقيها. فالجزء اللي يخص موضوعنا النهارده ان انا ازاي اتعرف على الايج فروم بون. لقيت عندي بون في مكان فيه اكسبلوجن، في مكان فيه انفجار، في اي سين اوف ذا كرايم. فالبون اللي انا لقيته ده ازاي اقدر اتعرف على الايج بتاع الشخص؟ ازاي اقدر اعرف الشخص ده كان عمره قد ايه؟ عندي اربع ايتيمز كبار هما اللي هتكلم عنهم في موضوعنا. ان انا افحص السكال والمندبل، ان انا ادور على اوسوفيك سنترز، ان انا اشوف اليونيون اوف ذا ايبيفيسز وذ ذا شافت، في يونيون ولا لا، ان انا اشوف الاكستنت اوف ذا مندبلاري كافيتي. هنتكلم عن كل ايتم منهم بالتفصيل. اول حاجة اتكلم عنها السكال. ايه المعلومات اللي السكال ممكن تفيدني ان انا اقدر اتعرف على الايج؟ اول حاجة ان انا اقيس السكال دايمنشنز، اقيس الابعاد بتاعت السكال ده. كل ايج جروب ليه دايمنشن مختلفة، يعني السكال دايمنشن بتاعت السكال عند بيبي عنده سنة غير شخص عنده 40 سنة. طيب انا مش هينفع طبعا نحفظ، هي فيها جداول كتير وارقام كتير، كل ايج جروب ليها دايمنشنز مختلفة. عليكم مثال واحد بس تعرفوه، ان انا اعرف الدايمنشن بتاعت السكال اوف فول تيرم فيتس اللي هو الانفانت اللي مولود بعد 9 شهور من الجستيشن. الدايمنشن بتاعته هتبقى ازاي؟ الهيد سيركمفرنس هيبقى 13 انش، لينث اوف ذا هيد 5 انش، اند بريث 4 انش. ده المثال اللي عليكم. تاني حاجه ادور عليها في السكال اشوف الفونتانيلز. ايه الفونتانيل ده؟ نشوفها احسن على الصوره. عندنا 2 فونتانيلز، انتيرير فونتانيل اند بوستيرير فونتانيل. الفونتانيل ده عباره عن ميمبرين بيبقى موجود ما بين التقاء 3 بونز. الانتيرير فونتانيل موجود ما بين الفرونتال بون اند 2 برايتال بونز. البوستيرير فونتانيل موجود ما بين الاوكسيبيتال بون اند 2 برايتال بونز. طيب انا هدور عليهم واشوفهم الفونتانيل ده لسه موجود ولا قفل خلاص. البوستيرير فونتانيل المفروض ان هو بيقفل بيختفي، يعني البون هيلحم مع بعضه، هيقرب من بعضه يعني، وهيختفي الممبرين على فول تيرم. يعني المفروض الانفانت ده لما يبقى مولود بعد 9 شهور من الجستيشن يعني فول تيرم فيتس، ما الاقيش فيه بوستيرير فونتانيل، الاقيه خلاص قفل. الانتيرير فونتانيل المفروض ان هو بيقفل بيتولد بيه مفتوح، بيبقى تقريبا 1.5 سنتي، ويبدا يقفل 0.5 سنتي كل 6 شهور لغايه 1.5 سنة 2 سنين، هلاقيه الانتيرير فونتانيل قفل. يبقى عندي البوستيرير فونتانيل بيقفل ات فول تيرم، والانتيرير فونتانيل بيقفل على سن 1.5 سنة 2 سنين. تالت حاجة بشوفها في السكال عشان اقدر اتعرف على الايج، سوتشرز. ايه سوتشرز؟ السوتشرز دي عبارة عن الجوينتس بتاعت السكال. ما ينفعش السكال تبقى كلها وان بوكس، وان بون كده على بعضيه، صندوق كده. البرين مش تدي سبيس للبرين انه يكبر والسكال تكبر معاه، لازم يكون في سوتشرز، لازم يكون في جوينتس علشان البرين يكبر حواليه السكال تكبر هي كمان. السوتشرز دي بتقفل على سن معين، كل سوتشر بيقفل على سن معين. نتعرف كده على السوتشرز اللي عندنا. عندنا اول سوتشر بيقفل الفرونتال سوتشر او اسمه الميتوبيك سوتشر، ده بين تو فرونتال بون، يعني الفرونتال بون دي مش بون واحده، لا دول 2 رايت وليفت بينهم فرونتال سوتشر، بيقفل على سن 3 سنين. وعندنا سوتشر تاني اسمه بيزي اوكسيبيتال بيزي سفينويد سوتشر، ده سوتشر واحد موجود في البيز بتاعت السكال، هو اسمه مركب كده عشان هو موجود بين الاوكسيبيتال بون والسفينويد بون، بيقفل على سن 23 سنة.
وعندي سيرجيتال سوتشر، ده موجود ما بين تو برايتال بونز، بيبدأ يقفل تقريبا من سن 25 لغاية 30 سنة بيبقى كومبليتلي كلوزد. الكورونال سوتشر بيقفل على سن 40 سنة. لامدويد سوتشر بيقفل على سن 50 سنة. كومبليت يونيون اوف ذا سكال سوتشرز على سن 70 سنة. دي صورة عشان نشوف بيها سوتشرز، نقولهم تاني. انا عندي هو الفرونتال او الميتوبك سوتشر بيقفل على سن كام؟ 3 سنين. وبعدين البيزوكسيبتال بيزوس فلويد مش هيبان هنا، لازم يبان في البيزوس سكال. فعندي دلوقتي سيرجيتال سوتشر بيقفل على سن من 25 ل 30 سنة، وادي الكورونال 40 واللامدويد ورا 50، يبقى كومبليت. وفي حاجات سوتشر تانية صغيرة كده في السكال، فيبقى كومبليت كلوجر للسكال سوتشرز على سن 70 سنة. دي صورة سكال عندنا، موجودة عندنا في المتحف رقم 10. دي بتبين لنا دي سكال. اول حاجة السكال، احنا اي عينة عندنا في المتحف هنعمل ايه؟ هنشوفها، هنوصفها، نكتب عنها الديسكريبشن بتاعها، ايه اللي احنا شايفينه فيها كله نوصفه، وبعدين في الاخر هنقول الكونكلوجن بتاعنا. فاحنا شايفين هنا سكال، شايفين ان كل السوتشرز لحمة، كلها قافلة. اشوفها اكتر قافلة او مش قافلة، هتبني اكتر من جوه السكال، من الانر سيرفيس بتاعها، من الانر تيبل بتاعها، بس باينه برضو ان كل السوتشرز هنا مقفوله. الجزء المنقط اللي من ورا ده عند الاوكسيبيتال بون، ده اوستيبيروسس، ده بيحصل مع الاولد ايج. فينا الكونكلوجن بتاعنا ان دي سكال اوف اولد ايج. خلصنا السكال، هنشوف بعد كده المندبل. المندبل بنشوف فيه حاجتين، بنشوف الانجل بتاعته ونشوف التيس اللي موجوده فيه. الانجل، عند الانجل هتبقى رايت انجل، انجل بتاعت المندبل ما بين البودي اند ذا ريمس اوف ذا مندبل، هنشوف الزاويه اللي بينهم. لقيناها رايت انجل، ده غالبا هيبقى ميدل ايجد. لقيناها اوبتيوز انجل، فده بيبقى في التو اكستريمز اوف ايج، في الانفانتس وفي الاولد ايج. يعني انا لو لقيتها رايت انجل يبقى ده ميدل ايجد، لقيتها اوبتيوز يبقى ده يا اما انفانت يا اما اولد ايج. طبعا الفرق ما بين الاثنين بيبقى واضح جدا بالنسبه للحجم بتاع المندبل. شفنا الزاويه بتاعه المندبل، هنشوف بعد كده التيس او الدنتيشن. عندنا نوعين من الدنتيشن، ميلك دنتيشن اند بيرمنانت دنتيشن. نبدا الكلام بالميلك دنتيشن او الاسنان اللبنيه. بيبدا الطفل ده تطلع عنده الاسنان اللبنيه على سن قد ايه؟ تقريبا على سن 6 شهور. عددهم كام؟ عددهم 20 سنه، بيبقوا صغيرين سمول اند بلوش ان كلر. من هنا جه الاسم اوف ميلك دنتيشن، اسنان لبنيه شكون لونها بيبقى بلوش. طب اول سنه لبنيه بتظهر عندي اسمها ايه؟ سنترا انسايزر. هنقولهم كده ورا بعض كده سريعا وبعدين هنشوفهم على الصوره. سنترا انسايزر اللي هي اول سنه لبنيه بتظهر عندي، بتظهر عندي على سن 6 شهور، وبعديها بتظهر السنه اللي جنبها اللي هي لاترال انسايزر على سن 9 شهور. جنبيهم في الكناين اللي هو الناب، ده بيتاخر هنسيبه. هندخل على سنة اللي بعد كده الفيرست مولر، الفيرست ميلك مولر اللي هو الدرس الاول، بيظهر على سن سنة او 12 شهر. نرجع للكناين اللي كنا سبناه، بيظهر على سن 18 شهر لسنة ونص. بعدين الدرس التاني سكند مولر على سن 24 شهر. يبقى انا عندي الميلك دنتيشن بدأ من 6 شهور وانتهى على سنتين. نشوفهم تاني على الصورة. ادي عندي الميلك دنتيشن عددهم 20، بيبقوا سمول اند بلوش ان كلر. اول سنه لبنيه بتظهر عندي اللي هي القواطع الاماميه المركزيه سنترال انسيزر على سن 6 شهور. جنبيها في اللاترال انسيزر 9 شهور. هنسيب الكناين بيتاخر. الفيرست مولر سنه، نرجع للكناين سنه ونص، بعدين السكند مولر سنتين. يبقى كده الطفل ده على تقريبا سنتين بيكون طلع كل الاسنان اللبنيه بتاعته. نيجي للبيرمنانت دنتيشن، الاسنان الدائمه او المستديمه. عددهم كام؟ عددهم 32 سنه، بيبدا يطلع فيهم على سن كام؟ على سن 6 سنين. طيب ايه فكره الاسنان المستديمه دي؟ زي ما احنا كلنا عارفين ان الطفل بيقول ان هو بيبدل اسنانه، يعني ايه؟ بيوقع السنه اللبنيه وبيطلع مكانها سنه مستديمه. يعني مثلا هيوقع الميلك
central incisor هيطلع مكانه permanent central incisor. هيوقع الملك canine هيطلع مكانه permanent canine وهكذا. لكن الموضوع مش كده بالظبط، في حاجات فيها exceptions. هنشوف الاكسبشنز دول. يعني انا عندي اول permanent tooth بتظهر، اول سنه دايمه بتظهر عندي هي ايه؟ الفيرست مولر، الدرس الاول. يبقى الفيرست permanent tooth بتظهر هي first molar، first permanent molar، الدرس المستديم الاول. طب ده بيظهر مكان ايه؟ ممكن حد اول حاجه هتيجي في دماغه ان هو هيتظهر مكان الملك مولر. لا، هنا دي حاجه من الاكسبشنز اللي عندنا. الفيرست permanent molar مش بيظهر مكان حاجه، بيبدا عندي المندبل يكبر ورا، يوسع لورا ويدي لي سبيس، فيظهر الفيرست مولر من ورا كده مش مكان اي حاجه. يبقى عندي الفيرست permanent tooth اول سنه مستديمه بتظهر عندي الفيرست مولر، بيظهر مكان ايه؟ عشان دي بتسيل كتير شفوي، مش بيظهر مكان حاجه، المندبل بيكبر وبيوسع لورا وبتظهر اول سنه مستديمه. يجي بعد كده يبدا يبدل بقى، نرجع للكلام اللي احنا كنا بنقوله، يوقع سنترال انسيزور اللي كانت ملك، ملك سنترال انسيزور يطلع مكانها permanent سنترال انسيزور على سن كام؟ 7 سنين. بنبدا نزود سنه كل شويه. هيوقع اللاترال انسيزور، هيطلع مكانها permanent lateral incisor على سن 8 سنين. في جنبيهم القناين، كالعادة القناين بيتأخر، هنسيبه. هنروح بعد كده، كان عندنا الفيرست ميلك مولر هيقع ويطلع مكانه ايه؟ فيرست بري مولر. هنا الاسم بقى باسم جديد ظهر عندنا، يبقى هيقع الفيرست ميلك مولر وهيطلع مكانه فيرست بري مولر على سن 9 سنين. هيوقع السكند ميلك مولر وهيظهر مكانه سكند بري مولر على سن 10 سنين. نرجع للكناين اللي كنا سبناه، هيقع ميلك كناين هيطلع مكانه بيرمننت كناين على سن 11 سنة. كده هو وقع كل اسنانه وبدل كل الاسنان الموجودة. يجي يظهر بقى عندنا من ورا سكند مولر، ده مش هيظهر مكان حاجة، هيظهر ورا بعد الفيرست مولر على سن 12 سنة. عندنا الثيرد مولر اللي هو الويزدم تيس، ده اخر حاجه بيبقى من ورا، بيظهر تقريبا على سن من 18 ل 25، عندنا هنا وايد رينج، او ممكن ما يطلعش خالص. يعني عندي الثيرد مولر بيظهر على سن من 18 ل 25، او ممكن عادي ممكن ما الشخص ده ما يطلعلوش ثيرد مولر خالص. بيبقوا البيرمننت توست بيبقى لارج وثيك اند ايفري وايت، لونهم بيبقى ابيض عادي. نشوفهم برضو على الصوره، نعيد الكلام تاني. انا عندي هنا البيرمننت توث، هنعد الربع الواحد هلاقيه 8، هم عددهم كلهم 32، يعني 8 في الربع. الملك نفتكر تاني مع بعضينا كانوا 20، يعني 5 في الربع. هنا 32، يعني 8 في الربع. نرجع تاني نقول الكلام، اول سنه دايما بتظهر عندنا هي ايه؟ الفيرست بيرمننت مولر، بتطلع مكان ايه؟ مش بتطلع مكان حاجه، بتطلع لوحدها كده من ورا على سن 6 سنين. بعدين يبدأ يبدل، يوقع الملك سنترال انسيزورز، طلع مكانها لاترال انسيزورز على سن 7 سنين، بعدين يوقع سنترال انسيزور يطلع مكانها بيرمننت سنترال انسيزور على سن 7 سنين، يوقع لاترال انسيزور يطلع مكانه لاترال انسيزور برضو 8 سنين. هيسيب القناين بيتأخر، الفيرست بريمولر على 9، سكند بريمولر على 10، القناين 11. بعدين نرجع تاني للسكند بيرمننت مولر على سن 12 سنة، وبعدين الوزدم 25، من 18 ل 25 سنة. قبل ما نشوف معانا العينات اللي موجودة عندنا في المتحف، في نقطة هنتكلم عنها اسمها secondary changes of permanent teeth. أنا عندي قلنا البيرمننت teeth بدأت تظهر معايا من سن 6 سنين، اخرها معايا خالص كان 25 سنة. تمام، طب دلوقتي لو شخص عنده 30 سنة او 25 سنة، واحد تاني عنده 50، واحد تاني عنده 70، مش هقدر اعرف هو تقريبا سنه في انهي ايج جروب. يعني انا الاسنان بتاعت الشخص اللي هو عنده 25 سنة زي الاسنان بتاعت الشخص اللي عنده 70 سنة؟ اكيد لا، لان بيحصل فيها حاجة اسمها secondary changes.
سكريتي تشينجز دي بستخدمها ان انا اعرف اعمل اسيسمنت الايج. ممكن ما اعرفش اقدر اعرف الايج بالظبط ازاي، يعني مش هقدر اقول بالظبط 30 سنه او 35 سنه، لكن اقدر اعرف تقريبا هو اولد ايج في الفيفث ديكيت او في السيفث ديكيت، هقدر اعرفها عن طريق سكندري تشينجز الموجوده. سكندري تشينجز اللي بشوفها على الاسنان دي بتبقى ليها جينيتك بريدسبوزيشن، بتبقى موجوده مختلفه من عيله لعيله ثانيه. في ناس بتبقى العيله بتبقى اسنانها مختلفه عن عيله ثانيه، معتمده برضو على الهيجين، النظافه بتاعه اللي بيستخدمها الشخص ده بالنسبه لاسنانه. اول حاجه عندي في secondary changes attrition. الاتريشن دي عباره عن ايه؟ gradual weakening of the grinding surface especially in molars، اللي هو تاكل سطح الطحن. الاسنان زي ما انتوا عارفين ان ذات الضروس بيبقى فيها من فوق تعرجات بنسميها الكراونز، من كثر الاستخدام بلاقي مع الاولد ايج بلاقيها اتمسحت من فوق بقت ناعمه، دي حصل فيها اتريشن. يبقى الاتريشن هو gradual weakening of the grinding surface، تاكل سطح الطحن للاسنان especially molars. تاني حاجة في secondary changes periodontosis. لو حد شاف سنة حد كبير في السن هيتهيأله ان زي ما يكون السنة طولت، هيحس ان الكبير في الشخص اللي هو كبير في السن ده اسنانه طويلة. هي مطولتش ولا حاجة، هو الجزء اللي كان embedded عندي في البون، الجزء اللي كان embedded في البون وفي اللثة هو اللي اصبح صغير، فبدأت معايا سنة تبان كبيرة. دي بنسميها periodontosis gradual appearance of the tooth while the embedded root in the bone get smaller. الجزء اللي كان مدفون عندي في البون بدا يظهر ليا، فبقت تبان السنه ان هي اطول. ثالث حاجه secondary dentine. من اسمه كده secondary dentine، يعني زي ما تكون بتتكون سنه جوه السنه، هو مش بتتكون سنه جوه السنه ولا حاجه، لكن بيبدا يترسب كالسيوم جوه السنه. المفروض ان لو خدنا كروس سكشن في السنه بتاعتي هلاقيها من جوه فاضيه، بتعدي فيها البلاد فيزلز اللي بتغذي السنه دي. مع الاولد ايج والديستربنس في الميتابوليزم بتاع الكالسيوم والهرمونز بيبدا يترسب كالسيوم عندي جوه السنه نفسها، فبتقطع لي البلاد سبلاي وبالتالي السنه دي بتقع. فانا لو خدت كروس سكشن في التيث هلاقي عندي في كالسيوم مترسب جوه. عندي حاجه تانية اسمها ريزوربشن اوف ذا تيث، ريزوربشن اوف ذا روت، يبدا عندي الروت يتاكل. Transparency of the apical part of the root، بيبدأ عندي عشان الكالسيوم بيقل في الموجود في السنة اللي من بره، فبيبقى عندي جزء بيبان شفاف في الروت. آخر حاجتين دول resorption of the root and transparency of the apical part of the root، دول مش بيبانوا غير بالإكسري، فأنا مش هعلق عليهم في العينات بتاعتي، أنا هعلق عليه الأتريشن والpre-edentosis والsecondary dentine. نبدأ نشوف معانا العينات اللي موجودة عندنا في المتحف. ده أول عينة للمندبل، عندنا عينة رقم 3. المفروض إن احنا بنمسك العينة بنشوف بنتعرف عليها، بنقول إن ده هيومن مندبل. بنبدأ نشوف الأنجل بتاعتنا أوبتيوز ولا رايت أنجل. نبدأ نشوف الحجم بتاعه المندبل، هنا باين إن حجمه صغير وباين إن الزاوية أوبتيوز. نبدأ نشوف إيه الأسنان الموجودة والأسنان مش موجودة. نبدأ نعد السوكتس، نشوف معانا أول حاجة نعد السوكتس نشوفهم 5 ولا 8. هنا 5 سوكتس، يعني أنا هنا ببدأ أتكون 5 سوكتس وفي سوكت سادس بدأ يظهر معايا شوية، يبقى أنا كده بتكلم في أسنان لبنية وبدأت شوية أسنان مستديمة تظهر معايا. الإيج بتاعنا زي ما هشوف عندكم في الكتاب مكتوب في الكونكلوجن بتاعي إن هنا العينة دي 5 سنين. طب هو عرف إزاي إنه 5 سنين؟ إحنا لو نرجع للأرقام اللي إحنا ذكرناها تاني، إحنا قلنا الملك دنتيشن بيبدا معايا من 6 شهور لغايه 2 سنين، والبيرمانت دنتيشن بيبدا معايا من 6 سنين. طب هو عارف ازاي انها 5 سنين؟ عندنا عينه 5 سنين وعينه 4 سنين، احنا ما خدناش الرقمين دول، عرفهم ازاي؟ بصوا احنا عندنا الاسنان لما السنه تظهر عندي على السيرفس، هو يعني مثلا الفيرست مودر ده، الفيرست بيرمانت مودر بيظهر على 6 سنين، هو ما نمشي وصحي لقي الفيرست مودر ظهر، لا هو بيتكون قبليها بسنتين في السوكت ويبدا يظهر عندي على السيرفيس قبليها بسنه. يعني لو ناخد مثال الفيرست بيرمننت مولر، احنا قلنا بيظهر على 6 سنين، فهو هو الشخص ده عنده 4 سنين، لو فتحت هلاقي عندي الفيرست مولر موجود جوه السوكت بس مدفون لجوه، لازم اكسر جوه عشان اشوفه. وعلى سن 5 سنين هيطلع معايا ويكبر شويه يوصل معايا لغايه السيرفيس، بس لسه ما طلعش فوق السيرفيس، يطلع فوق السيرفس على سن 6 سنين. فالعينة اللي قدامكم دي هي 5 سنين، عارف ازاي انه 5 سنين؟
علشان الفيرست مولر موجود جوه السوكت، فيرست بيرمننت مولر موجود جوه السوكت بس طلع لغايه السيرفس بس لسه ما طلعش فوق السيرفس، عشان كده عرفنا ان هي العينه دي 5 سنين. ده مندبل عندنا عينه رقم 4 بنوصفه بنقول ان هو هيومن مندبل. نشوف الانجل بتاعتنا هنا باينه تقريبا رايت انجل. نبدا نعد الاسنان نشوف ايه الاسنان الموجوده. لا هنا لو عدينا هنا هنلاقي 8 في كل ربع، يبقى انا كده بتكلم على اسنان مستديمه. بما ان الزاويه اللي عندي زاويه رايت انجل يبقى انا غالبا كده بتكلم في ميدل ايج. نبدا نشوف ايه الاسنان الموجوده مش موجوده. هنلاقي اخر سكت خالص عندنا اللي هو الويزدم او الثيرد مولر اللي بدا يظهر عنده وبدات السنه تطلع عندي على السيرفس. يبقى كده السن عندنا هنا كام؟ تقريبا من 17 ل 25 سنه او من 18 ل 25 سنه، علشان الويزدم توث بدا يظهر عندي في السوكت بتاعه. ده عينه رقم 5 هيومن ماندبل. الانجل بتاعنا باينه ان هي اوبتيوز، باينه ان هو زاويه منفرجه لورا. برضو احنا بدنا نعد الاسنان نشوف ايه الاسنان الموجوده والاسنان اللي مش موجوده. العينه دي باينه فيها قوي السكندري تشينجز، باينه زي السكندري تشينجز. شايفين في اسنان باينه ان هي طويله وباين الروت بتاعها بدل ما كان المفروض يبقى مدفون في البون انا شايفاه قدامي. ده البري ادنتوزز. لو ابص على السيرفس من فوق بتاع الاسنان سبيشال المولرز هلاقيها متاكله من فوق بقت ناعمه. ده الاتريشن. ناحيه الليفت هنا في اخر الضرس خالص في واخدين فيه كروس سيكشن علشان يبين لك ان قد ايه السنه بقت سك. ده السكندري دنتاين الكالسيوم مترسب فيها وبقت السنه كلها كالسيوم من جوه. ده السكندري دنتاين. يبقى دي عينه هيومن ماندبل اولد ايج باينه فيه سكندري تشينجز. نشرحها بالتفصيل. مندبل رقم 6 هيومن مندبل with obtuse angle. نبدأ نعد برضو الأسنان ونشوف ايه الأسنان الموجودة والأسنان اللي وقع. هنا في حاجات شايفينها، شايفين ان في جزء اللي وقع منه الأسنان وحصلة والسكت نفسها مختفية. معنى كده ان الشخص ده كان مخلع أسنانه فترة طويلة قبل ما يموت. يعني واحد لما بيخلع الضرس بتاعه وبيخلع سنته بيبقى السوكت موجود في الاول، مع الوقت بيبدا يحصل له ايه بينعم لغايه لما يختفي معايا مكان السوكت خالص، بتبدا اللثه كلها تبقى حته ناعمه حته واحده. فده معناها ان هو خلع اسنانه فتره طويله قبل ما يموت، ده وز ان هو يكون اولد ايج. حتى الضرس اللي باين عندنا هنا شايفين الروت بتاعه باين جدا ان الروت طالع من اللثه. المفروض الروت ده ما اشوفوش، المفروض يبقى الروت ده كله يبقى امبيدد جوه البون وانا اشوف بس الجزء اللي من فوق. بكل الكرايتيريا دي تمشي معايا ان انا اقول ان ده هيومن ماندبل اوف اولد ايج. مش لازم بالظبط نحدد في انهي ديكيت، يعني في العقد الفيفس ولا السيكس ولا السيفن، مش مشكله. انا بس عندي ان انا اقدر اقول ان ده اولد ايج، ده كده كفايه قوي. ماندبل نمبر 7 ده جزء بس من ماندبل. الانجل عندي اوبتيوز. السوكتس فيه شويه سوكت موجودين وفي كذا سوكت عندي من ورا هنا محصول حصل له ريزوربشن خالص بجزء ناعم. معنى كده ان زي ما قلت ان ده خلع اسنانه فتره طويله قبل ما يموت. هنا اولد ايج ماندبل. ماندبل عينه رقم 9 هيومن ماندبل اوبتيوز انجل. هنا بقى ايه ده خلع كل اسنانه قبل ما يموت بفتره طويله. في ريزوربشن لكل السوكيتس، ريزوربشن للالفيولار مارجن، ده كده اولد ايج. عينه رقم 44 هنا اوبتيوز انجل. هنعد السوكيتس نشوف ايه الاسنان الموجوده والاسنان مش موجوده. برضو old age mandible. عين رقم 47 old age mandible. هنشوف ايه الاسنان الموجودة عندنا نقولها واللي مش موجودة هنقول ان السوكت بتاعها فاضي. هنشوف الزاوية بتاعتنا،
شوف اذا كان في resorption لأي part من alveolar margin. في سكندري هنا باينه السكندري تشينجز، باينه ان الروت بتاعي ظهر قدامي، المفروض الروت يبقى مختفي جوه البون. طب انا كده خلصنا الجزء بتاع السكال والماندبل، يبقى انا كده قدرت اعرف الايج بتاعي من السكريتلايزد ريمينز. لو انا لقيت عندي سكال او ماندبل موجود عندي في السينوس كرايم اقدر اعرف الايج بتاع الشخص ده. تاني حاجه بشوفها الاوسوفيك سنترز. الاوسوفيك سنترز ده بيبقى جزء كارتلاجنوس بيظهر عندي في الهيد اوف ذا بون، بيبدا يترسب حواليه كالسيوم عشان يسمح للبون انه يكبر، يبدا الكالسيوم يكبر فيه فيتكبر معايا البون زي ما شايفين كده في الرسمه دي. الاوسوفيك سنتر بيظهر في كل جزء عندي من البون على سن معين، فانا بدور عليه واشوفه، وعن طريق ان انا ابقى المفروض عارفه شويه ارقام كده عن الاوسوفيك سنترز، اشوف الاوسوفيك سنتر ظهر ولا لسه واقدر اعرف الايج بتاع البون. ناخد شوية أمثلة كده على الأوسوفيك سنترز مش كلهم. عندي مجموعة من الأوسوفيك سنتر بتظهر انترايتراين، مجموعة بتظهر اكسترايتراين. يعني ايه؟ مجموعة من الأوسوفيك سنتر بتظهر during انترايتراين life، يعني بتتكون في الفيتس وهو النيوترو، هو لسه جوه اليوترس. هناخد كام مثال بس مش كلهم. بيظهر عندي الأوسوفيك سنترز في الكالكينياس على نهاية الشهر الخامس اوف جيستيشن، في نهاية الشهر الخامس من الحمل بلاقي عندي ظهر أوسوفيك سنتر في الكالكينياس. بيظهر اوسوفيك سنترز في التيلس على نهايه الشهر السابع اوف جيستيشن. بيظهر عندي في اللور اند اوف ذا فيمر على نهايه الشهر الثامن، بيبقى تقريبا يوصل لغايه 5 مللي على نهايه الشهر التاسع. بيظهر عندي الاوسوفيك سنترز في الكيوبويد اند ابر اند اوف ذا تيبيا في نهايه الشهر التاسع اوف جيستيشن. كل الارقام دي جيستيشن، يعني كل الارقام دي بتظهر والفيتس ان يوترو، هو جوه اليوترس. في عندي مجموعة تانية من الأوسوفيك سنترز بتظهر after birth، هناخد برضو كام مثال عليهم مش كلهم. هيظهر عندي أوسوفيك سنترز في الهيد اوف ذا هيومرس اند هيد اوف ذا فيمر في نهاية السنة الأولانية اوف لايف. بيظهر أوسوفيك سنتر ان ذا لور اند اوف ذا ريجس في نهاية السنة التانية، بيبدأ يكبر لغاية لما ياخد أكتر من تلتين البريدث اوف ذا ريجس على سن 7 سنين. بيظهر الأوسوفيك سنتر at the upper end of the radius على سن 6 سنين، وبيظهر at the upper end of the ulna على سن 12 سنة. الأرقام دي كلها بتاعت الأوسوفيك سنترز اللي بتظهر extra uterine مهمة جدا MCQ، مفيش ليهم عينات، عندنا عينات بس للإنترا uterine أوسوفيك سنتر زي ما هوريها لكم دلوقتي، لكن الأرقام بتاعت الأوسوفيك سنتر اللي بتظهر extra uterine مهمة جدا للMCQ، يعني السلايد دي مهمة MCQ. ده جار عندنا في المتحف. الجار ده بنشوف فيه sagittal section in the left foot. هنشوف فيه أوسوفيك سنتر ظهر عندي في الكالكينيس وفي التيلس وفي الكيوبويد. لو رجعنا للأرقام اللي احنا قلنا عليها من شوية، يبقى انا كده عندي الفيتس ده فولتر كمل 9 شهور. لما انا شفت فيه اوسوفيك سنتر في الكالكينياس وفي التيلس وفي الكيوبويد، يبقى كده ده فول تيرم فيتس. يبقى الكونكلوجن بتاعي ده جار اوف فول تيرم فيتس، ليفت فوت سيرجيكال سيكشن ان ذا ليفت فوت اوف فول تيرم فيتس. خلصنا الاوسوفيك سنترز، هو ده جار الوحيد اللي كان عندنا. البوينت اللي بعد كده هنتكلم عنها ازاي اقدر اعرف الايج، عن طريق ان انا بدور على الاكستند اوف ذا مدلري كافيتي. مدلري كافيتي ده كافيتي موجود في المظله في الشافت اوف ذا بون. عندنا نوعين من المدلري كافيتي، في عندنا يلو وفي عندنا ريد. في السن الصغير بيبقى ريد مارو، بيبقى فيه ماشي فيه ريد مارو. في السن الكبير بيبقى يلو عشان ديبوزيشن اوف فات. فانا بشوف الكافيتي ده، الكافيتي ده المفروض ان هو بيكبر معايا مع السن، وبيوصل عند ليفل معين، كل ليفل معين بيبقى عند سن معين. عندنا مثال واحد بس عليكم تعرفوه، مدلري كافيتي اوف ذا هيومرس. مدلري كافيتي بتاع الهيومرس هيوصل للسيرجيكال نيك على سن 30 سنة، ويوصل للاناتوميكال نيك عند سن 33 سنة. يبقى تاني المثال الوحيد اللي مطلوب منكم تعرفوه
المدلري كافيتي اوف ذا هيومرس. بشوف المدلري كافيتي اوف ذا هيومرس زي ما هنشوف مع بعض الجار دلوقتي، هنشوفه وصل لغايه فين. لو وصل لغايه السيرجيكال نيك بيبقى سن 30 سنه، لو وصل لغايه الاناتوميكال نيك يبقى هو كده خلاص عدى 33 سنه. ده الجار الموجود عندنا في القصب في المتحف. upper half sagittal section او longitudinal section the upper half of the humerus. شايفين ان الكافيتي اللي هو اللي في النص ده عدى السيرجيكال نيك، وصل لغايه الاناتوميكال نيك، يبقى انا كده السن بتاعي نطل الزان 33، مش اقل من 33 سنه، يعني ممكن يكون 33 سنه ممكن يكون اكتر من كده. طيب الرقم ده او الارقام دي بالنسبه لعينات الميل، بالنسبه للميل. الفيميل بتبقى بدري شويه عن الميل سنتين، يعني انا دلوقتي انا مش عارفه العينه اللي قدامي دي ميل ولا فيميل، فانا هقول التو اوبشنز، هقول احتمالين. if male age not less than 33، if female age not less than 31. يعني لو العينه دي الهيومرس دي بتاعت ميل، وزي ما احنا شايفين ان الميدلري كافيتي عدى معايا وصل لغايه الاناتوميكال نيك، يبقى كده سنه مش هيبقى اقل من 33 لو هو ميل، وسنها مش هيبقى اقل من 31 سنه لو هي فيميل.